بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة اليوم إن شاء الله راح تكون عن الجزء العملي من مادة الكيمستري. طبعا راح نتطرق لأربع فحوصات لنا في الكربوهيدرات. بداية كانترودكشن، لنعرف شو الفرق، مصطلح بنسميه الكواليتاتيف والكوانتيتاتيف أناليسيز. لما نجي نحكي كواليتاتيف، نحكي انه عندنا مركب كيميائي بدنا نشوف وجوده او عدم وجوده ككواليتي، بينما الكوانتيتاتيف بنشوف كمية هذا المركب وعدده واذا في كونسنتريشن، يعني اذا في تركيز. وبالتالي كواليتاتيف اند كوانتيتاتيف اناليسيز ان كيمستري are the major type of analytical techniques used in chemistry to determine the chemical composition of sample qualitative and quantitative. So the key difference between qualitative and quantitative analysis is that qualitative, حكينا انه هي عبارة عن present or absent of different chemical components، يعني وجود او عدم وجود هاي المركبات الكيميائية، هاي نسميها qualitative. بينما quantitative analysis in chemistry gives the amount of different chemical components present in giving sample. يعني لما نيجي نحكي quantitative analysis، يعني بنحكي انه في amount يعني كمية، عدد، يعني احنا بنحسب عدد وكمية وتركيز concentration. اول فحص لنا راح نيجي نحكي عنه في ال experiment of carbohydrates. اول فحص في الكربوهيدرات اسمه المولش تيست. ايش هو المولش تيست؟ هو عبارة عن ريأجنت، اذا مولش هو ريأجنت يعني هو مادة مصنعة، تكشف عن ايش؟ عن وجود الكربوهيدرات. مولش ريأجنت is common chemical test to detect the presence of carbohydrate. طبعا كربوهيدرات حكيناها في المادة النظرية، ممكن يصير فيها اكثر من لو كيميكال رياكشن، اوكسيديشن، ديهايدريشن، هايدريشن. بينما في حالة المولش ايش بصير في عنا؟ بصير في عنا dehydration، يعني بصير في عنا نزع للهيدروجين عن طريق مركب اسمه السلفوريك اسيد اللي هو ال H2SO4. هذا بيعمل dehydration. شو بتحول عنا الكربوهيدرات؟ الشوغر لفيرفورال او 5 هيدروكسي مثل فيرفورال. مين بحددها؟ لو سواء كان بنتوز يعني سكر خماسي بتحول لفيرفورال، او هيكسوز سكر سداسي بتحول ل 5 هيدروكسي مثل فيرفورال. So that reacts اللي هم الفيرفورال وال 5 هيدروكسي فيرفورال بعد ما يرتبطوا بال H2SO4. في انديكيتر، ان انديكيتر هو مؤشر بيرتبط عليه هذول المركبات طلعوا عنا مع الالفا نافثول، هو انديكيتر عنا برتبط على حكينا الفيرفورال 5 هيدروكسي مثل فيرفورال، بعطينا البرودكت. برودكت اللي هو الناتج عندنا اللي هو الفايولت بيربل كالرد برودكت. يعني هاي بروسيجر بحاله المولش تيست ايش بنسوي؟ نعمل ديهايدريشن للكربوهيدرات، قلنا هذا فحص الاول للكربوهيدرات، بعمل ديهايدريشن له عن طريق ال H2SO4 اللي هو سلفوريك اسيد، بتحول لفيرفورال اذا كان بنتوز، او اذا كان هيكسوز بتحول ل 5 هيدروكسي مثل فيرفورال. طبعا هذولا بيرتبطوا مع الانديكيتور، مهم تعرفوا الانديكيتور تاع المولش تيست اللي هو الالفا نافثول. الالفا نافثول هو انديكيتور مؤشر عندنا مهم في الرياكشن. وبالتالي اذا في عندنا كربوهيدرات بعطينا فايولت بيربل كلر. طبعا هون هاي الرسمه بتوضح لكم. طبعا هون عندنا البنتوز اللي هو السكر الخماسي، قلنا بيرتبط بال H2SO4 بتحول لفيرفورال. حكينا الفيرفورال هو عبارة عن برودكت ناتج عن بنتوز مع H2SO4، برتبط مع الانديكيتر الفا نافثول، بعطينا اللي هو البيربل رينج. طبعا كل فحص ان شاء الله بس اشرح لكم عنه نظري، راح افتح لكم فيديو عن البروسيجر تاعه. بروسيجر هي خطوات وطريقة اللي هو عمل الفحص. طبعا ملاحظة مهمة انه مش دائما كل البروسيجرات اللي هم كل خطوات الفحص متشابهة مع بعض، ممكن تكون في عندنا اختلاف في الكمية، ولكن
في المكونات والريأجنت تاعت البروسيجر واحدة بس باختلاف الكميات. نكمل هون، قلنا بنتوز برتبط مع ال H2SO4 بعطينا الفيرفورال، حكينا برتبط بالالفا نافثول بعطينا البرودكت النهائي، بنعمل له ميجرمنت وبنقيسه بطلعنا البيربر رينج برودكت بكل لونه بنفسجي غامق تقريبا. هاي في حالة البنتوز. في حالة الهيكسوز سكر السداسي مع ال H2SO4 سلفوريك أسيد بعطينا اللي هو ال 5 هيدروكسي ميثيل فيرفورال، حكينا برتبط بالالفا نافثول وبعطينا برضو البيربر رينج. اذا حكينا مهمة في البروسيجر، بروسيجر اللي خطوات اللي هو الفحص تختلف من اللي هو مختبر لمختبر او من شركة لشركة كبروسيجر اللي هو كخطوات، بينما كري ايجنت موحدة كاملة. يعني ممكن هنا بحكي لك هون في البروسيجر اللي هو خطوات عمل الفحص في المولش، تيك 2 ام ال في جلوكوز سوليوشن ان دراي تيست تيوب، يعني خذ 2 ام ال من محلول الجلوكوز انه في تيوب انابيب بتكون جافه. ممكن كيت ثاني او بروسيجر ثاني احكي لك تيك 3 ام ال برضه. هاي احنا ما يعني مش مطالبين انتم تحفظوا البروسيجر، ليش؟ لانه ممكن تختلف من شركه لشركه او تختلف حكينا من كت لكت اللي هو تصنيع هذا الفحص. طبعا كبروسيجر ايش بحكي لكم في حاله المولش تيست، تيك 2 ام ال في جلوكوز سوليوشن ان دراي تيست تيوب، بعدين ضيف 2 دروب اوف الفا نافثول، حكينا هذا الالفا نافثول هو انديكيتور انه مهم جدا، هو اللي بعطينا انه في او ما في كربوهيدرات. جنتلي بايبت 2 ml concentration of H2SO4 low sulfuric acid along the side of the tube so that two distinct layers are formed. يعني بعد ما نضيف 2 ml في glucose solution نضيف 2 drop of alpha naphthol بعدين 2 ml gently piped، يعني بشكل اللي هو سلس وبسيط نعمل pipetting. pipetting اللي هي بنستخدمها في اللي هو الكونسنتريشن عندنا، بس نضيف تراكيز معينه نستخدم البايبت اداه نعمل فيها كونسنتريشن تركيز، يعني بنضيف فيها اللي هو اللو اماونت اوف كونسنتريشن. طبعا جنتلي بايبت 2 ام ال بنضيف ال H2SO4 جنتلي الونج سايد ذا تيوبس، بتكون عندنا طبقتين 2 ديستينكت لاير ار فورمد. نعمل اوبزرفيشن نحسي الكلر، يعني بنشوف الكلر عنه انه في اختلاف صار فينا اختلاف لو جنكشن اوف تو لاير. بالنهايه اللي هو النت اوف ذس بروسيجر، ملخص البروسيجر بعطينا ابييرنس اوف بيربل كلر بكل لونه بنفسجي اذا كان في عندنا كربوهيدرات. اذا ما كان في عندنا كربوهيدرات بكون لونه ايش؟ نوت بيربل. يعني الاوبزرفيشن مهم جدا تعرفوه، observation ايش بطلع عنا من البروسيجر من هو الفحص تاعنا، يعني من المولش تيست ايش بطلع عنا observation ايش بنشوف احنا. في حالة البوزيتيف، بوزيتيف يعني فيه موجود اللي هو الكربوهيدرات، في حالة البوزيتيف مولش تيست بطلع عنا purple color، مهم تحفظوا وتعرفوا اللي هو لون البرودكت عنا. النيجاتيف مولش تيست نيجاتيف يعني there is no purple كلر. طبعا هسه راح افرجيكم فيديو بتشوفوا كيف البروسيجر تاع المولش تيست وكيف بيبين لنا البيربل رينج وكل خطواتها. هذا الفيديو بوضح اللي هو عمليه فحص اللي هو المولش تيست اللي هو بريزنت اوف كربوهيدرات. We are going to perform the Mollish test. The apparatus used for this test are test tubes, test tube stand, a test tube holder, measuring cylinder, and a beaker containing the sample. The reagent used in this test is 1% alcoholic alpha naphthol and concentrated sulfuric acid. Take a test tube and hold it firmly with the test tube holder. Add 2 ml of the sample.
one drop of 1% alcoholic alpha naphthol. لاحظوا ضفنا اللي هو والالفا ناثول. From the side of the test tube. There's a formation of purple violet ring at the junction of two liquids. The purple ring. This indicates a positive molish. Positive يعني في وجود عندنا كربوهيدرات. طبعا هذا كان بالنسبة لأول بروسيجر عندنا. البروسيجر الثاني أو التست الثاني عندنا اللي هو فحص البنديك تيست. البنديك تيست لازم نعرف هو فحص بيميز لنا reducing sugar from non reducing sugar. إيش يعني reducing sugar؟ حكيناه في المادة النظرية إنه السكر عندنا ممكن إنه يعطي أيونات وممكن إنه يحول أيونات بنفس الوقت. إنه ممكن إنه يغير في اللي هو الكيميكال كومبوزيشن للايونز. مثال عندنا هون مثلا في البنديكت ريجنت بيحول لك الكبر ايونز اللي هو نسميه بلس 2 بسوي لو بصير له ريديوسينج تو كبر 1 بتحول له اللي هو سي يو بلس 1 بلس 2 بتحول لبلس 1. طبعا هاي عن طريق له البنديكت ريجنت. البنديكت ريجنت وعبارة عن محلول بقسمنا اللي هو reducing sugar. طبعا من أشهر أمثلة reducing sugar حكيناها اللي هو الجلوكوز. الجلوكوز هو أشهر reducing sugar موجود عندنا في الكربوهيدرات. طبعا حكينا قلنا بيحول من الكبر 2 للكبر 1 يعني من بسميه اللي هو الكبريك ايونز تو اللي هو كبرس ايونز. طبعا بيكون بريسيبيتيشن. البريسيبيتيشن بتكون بوجود اللي هو الكبر اوكسايد في المعادله هون. طبعا شو بكون لونه؟ بكون لونه ريد كلر. بكون لونه ريد كلر في حاله لو البنديكت ريجنت. طبعا هاي الرياكشن عندنا هون شو بصير في عندنا؟ هاي اللي هو الشوجر عندنا موجود الكبر. كبر هو انديكيتر عندنا وجود اللي هو 5H2O. طبعا هاي قلنا المعادله للتوضيح. البنديكت ريجنت شو بكون لونه؟ بكون لونه بلو. طبعا اذا تحول لرد بكون في عندنا ريديوسينج شوجر يعني بكون في عندنا سكري قابل انه يعطي ويغير ايونات. هاي في حاله البنديكت ريجنت. طبعا لونه النيتف اللي هو في الاصل لونه بلو البنديكت ريجنت. الانديكيتر اللي هو المؤشر تاع اللون اللي هو الكبر. طبعا الكبر اللي هو بلس 2 بتحول لكبر اوكسايد اللي حكينا بكل لونه ريد. هذا هو انديكاتر عنه وهذا البريسيبيتات يعني كله مع بعض هذا بسميه ريد بريسيبيتات كامل اذا كان فينا ريديوسينج شوغر. طبعا كبروسيجر عنه بروسيجر عنه هون approximately 5 ملز of glucose solution to one of the test tube and 5 ملز saccharose to the other test. طبعا ليش اخترنا saccharose؟ ممكن نختار other sugar او ممكن نختار ووتر مثلا. الووتر معروفة ولا القصد انه نختار اشي ثاني كايش؟ كنيجاتيف كنترول. اي فحص بنعمله احنا لازم نمشي مع نيجاتيف كنترول. ايش يعني نيجاتيف كنترول؟ هو عبارة عن طبعا مركب سواء سوليوشن طبعا اكوس محلول مائي بكون بعطينا مؤشر انه هذا الفحص سالب يعني هذا الفحص نيجاتيف. مهم بكل اي بروسيجر بيشتغله لازم يكون فينا نيجاتيف كنترول. طبعا حكيت قبل انه البروسيجرات عندنا ممكن تختلف يعني في حاله البنديكت الجلوكوز اساسي عشان نكشفه اذا ريديوسينج او لا. طبعا الجلوكوز معروف انه ريديوسينج شوجر. بينما السكروز ممكن بروسيجر ثاني يحكي لك غير السكروز يكون موجود فايتس اوكي يعني في حاله البروسيجر. فانا حكيت لكم البروسيجر انتم كخطوات مش مطالبين تحفظوها. المطالبين فقط عندكم
شو التشنج اوف كلر عندك، شو مكونات البنديكت، ايش بايش بحول ايش لايش، شو البريسيبيتات حكينا بيطلع الكلر عندنا، شو الانديكيتور، انديكيتور قلنا كابر بتحول لريد بريسيبيتات، بحول اللي هو الكابر ايونز تو اللي هو كوربوراس ايون، بعطينا بريسيبيتات اللي هو الكابر اوكسايد اللي حكينا عنه سي 2 اللي هو CU2O اللي هو الكابر اوكسايد. قلنا بنضيف 5 مل جلوكوز سوليوشن، بنضيف 5 مل سكروز سوليوشن، يعني تيوبين انبوبين. بعدين بنضيف البنديكت ريجنت بحتوينا على اللي هو CuSO4 لكل تست تيوب، بنعمل له هيتنج يعني بنسخنه في الووتر باث اللي هو بكون فيه لنا ووتر باث اللي هو بكون فيه حوض فيه اللي هو مي تكون حامي يعني عشان نعمل هيتنج بويلينج يعني عشان نسخن هاي المي عشان يصير فيه لنا رياكشن، بنخليه لخمس دقائق تقريبا. بعمل اوبزرفيشن اللي هو change of the color for precipitate، حكينا observation مهم تعرفوها مطلوب منكم مهم جدا جدا. إذا طلع عندنا positive benedict test إيش يعني positive؟ يعني بكون في عندنا sugar they are reducing sugar، طبعا بكون في عندنا reddish precipitate تقريبا within 3 minutes reducing sugar. example عندنا حكينا glucose هو most common reducing sugar عندنا. negative بضل negative، شو بكون لونه بلو حكينا عنه، أصلا لون البنديكتري ايجنت بلو ما بتغير لونه. مثال على السكروز وأذر، ممكن يكون في عنا أذر سكروز، ممكن يكون في عنا أذر سكروز. طبعا هسه راح أفرجيكو فيديو توضيحي للبنديكت تيست والكشف عن الريديوسينج شوغر وعن هاي البروسيجر تاع البنديكت تيست والريديوسينج شوغر عنا. طبعا هاي البروسيجر حكينا ممكن تختلف بروسيجر عن بروسيجر، هاي حكيناها قبل. البروسيجر هاي ما استخدم السكر استخدم الووتر، الووتر بكون استخدم كنترول، عشان هيك حكينا بروسيجر انتو مش مطالبين تحفظوها. حطهم في الووتر باث بنلاحظ تغير اللون 3 to 5 minutes تقريبا. الفحص الثالث عندنا في الاكسبيرمنت اوف كاربوهيدراتس اللي هو التولنز تيست. التولنز تيست او بسميه لو سيلفر ميرور تيست. ايش هذا الفحص؟ هو فحص بيميز لنا بين اللي هو الفانكشنال جروب الالدو او الكيتو، بسموه الديهايد او كيتون جروب. حكينا الشوغر في بداية المحاضرات الاولى في الكاربوهيدرات ممكن عندها تو فانكشنال جروب، يا بتكون ألدو أو بتكون كيتو. طبعا هذا الفحص التولنز أو سيلفر ميرور تيست بيميز لنا الألديهايد من الكيتون. كيف بيميز لنا الألديهايد من الكيتون؟ إنه بصير في عملية رياكشن بين الألديهايد والتولنز رياجنت لنا. مهم تعرفوا إنه الألديهايد بصير له أكسيديشن عن طريق إيجنت اللي هو في عوامل بتأكسد الألديهايد، من أشهرها الأيجي اللي هو الأرجنتوم أو الفضة بالعربي، العنصر الفضة هو بيعمل أكسيديشن للألديهايد، بينما الكيتون ما بصير له أكسيديشن، ما بصير له أكسدة عن طريق اللي هو التولنز ريأجنت. إذا التولنز ريأجنت عرفنا أنه بيحتوي على الأيجي
الاجي هو عبارة عن أرجنتوم قلنا فضة، وحكينا انه الرياجنت عندنا بنسميه امونيكال سيلفر نايترايت سوليوشن، امونيكال سيلفر نايترايت سوليوشن اللي هو مركب من امونيا من السيلفر اللي هو نايترايت بيحتوينا على الاجي. بالنسبة للسيلفر ميرور تيست نفسه هو تورنس تيست، هو رياكشن اوف سامبل with a solution containing silver ammonia complex ion. When this reagent is oxidized the aldehyde, the silver ion are reduced to metallic silver. بكون فضي لامع، بكون في عنا aldehyde. إذا طلع عنا اللي هو observation of metallic silver بكون في عنا aldehyde. This produced silver mirror on the inner wall of the test tube. بنلاقي شكله في زي لمع حسب بالفيديو راح تشوفوها بالتوضيح، انه بتلاقي فينا السيلفر ميرور، ميرور زي المرايه يعني، بتكون لونها فضي، بكون بوزيتيف، بكون فينا الديهايد جروب. طبعا هاي الالديهايد عندنا في الرياكشن التولنز ريجنت حكينا في الارجنتوم في الامونيا بنسميه امونيكال سيلفر نايترايت سوليوشن. طبعا بعطينا اللي هو السيلفر ميتال بوجود البريسيبيتات امونيوم سولت اوف كاربوكسيليك اسيد، هذا اللي هو البريسيبيتات عندنا. بعطينا السيلفر ميرور بكون بوزيتيف، بوزيتيف يعني في عندنا الديهايد ارتبط طبعا مع الامونيكال سيلفر نايترايت سوليوشن. البروسيجر عندنا اول شيء بدنا نحضر التولنز اللي هو الامونيكال سيلفر نايترايت سوليوشن، بنحضره مهم تعرفه كيف تحضيره. طبعا قلنا رقم انتو بروسيجر مش مطالبين فيها، بس كيف بنحضر التولنز ريجنت؟ بنضيف 30 مل اوف سيلفر نايترايت سوليوشن للكونيكال فلاسك، بعدين 15 مل اوف بوتاسيوم هيدروكسايد، او ممكن نستخدم صوديوم هيدروكسايد للكونيكال فلاسك، نعمل ميكسينج. بنضيف طبعا ببلش لون البني يظهر، اذا ضفنا البوتاسيوم هيدروكسايد على السيلفر نايترايت سوليوشن ببلش اللون البني يظهر. بنضيف امونيا، أمونيا بصيرها ديزولفينج بالذوب. بعد هيك شو منضيف؟ الجلوكوز ومنضيف السكروز بتركيز 3 مل 3 مل 2 تست تيوب. طبعا الجلوكوز معروف موجود في الألديهايد جروب، على الأغلب بطلع لنا بوزيتيف في الجلوكوز. طبعا السكروز راح يكون اللي هو نيجاتيف كنترول لنا، راح يعطينا نيجاتيف اللي هو ريزالت لنا. بعد ما نعمل ليبلينج للجلوكوز والسكروز لنا، نعمل جنتلين كومبليت ميكسينج، نعمل allowing to warm up على الووتر باث لنا 5 minutes. بصير فينا فورميشن، هاي مهمة تعرفوها. شو بصير فينا فورميشن للبلاك برسيبيتات؟ بكون فينا ترسب لونه أسود بوجود اللي هو السيلفر ميرور السايد اوف كونيكال فلاسك، بكون بوزيتيف. بوزيتيف يعني بكون فينا بلاك برسيبيتات، يعني بكون في عندنا جلوكوز بيحتوي على الديهايد جروب، وجود السيلفر ميرور بكون براي زي لونها سيلفر موجودة على السايد اوف كونيكال فلاسك. فلاسك اللي هو تست تيوب اللي هو بنستخدمه، طبعا هو كشكل البيكر يعني بيجي هيك تقريبا، هيك شكله. هذا هو الفلاسك اللي بنستخدمه، بيجي تقريبا شكله مثلث اللي هو تحضير الرياجنت عندنا والرياكشن اللي بصير فينا. الفلاسك طبعا بكون على الوتر بعدين. نعمل pour the liquid test tube down the drain with plenty of water. rinse the test tube throughout with water. بنشيلها من الليكويد ونعمل observation ونقرا. اذا بوزيتيف بكون سيلفر ميرور، يعني بكون سيلفر ميرور بتلاقي فينا بلاك بريسيبيتات، الجلوكوز موجود والالديهايد موجود. نيجاتيف نيجاتيف ما في عندنا بلاك بريسيبيتات، بكون لونه كلير. طبعا بتكون كيتو شوغر، مثال قلنا هون السكروز، ممكن يكون عندنا غير السكروز حسب البروسيدر حسب البروسيدر. طبعا هسه راح نفرجيكم فيديو توضيحي للتولنز تيست، وهو نفسه بسموه سيلفر ميرور تيست. Using Tollens reagent to test for aldehydes. The silver mirror test.
This video demonstrates how to use Tollens reagent to test for aldehydes. This video first demonstrates the preparation of Tollens reagent. أول شيء بنحضر Tollens reagent بالخطوات اللي حكينا عنها. Two tests will then be carried out. One shows a positive result, and the other shows a negative result. Preparation of Tollens reagent. Add 2 milliliters of 0.3 molar silver nitrate solution into a clean test tube. أول شيء silver nitrate solution. And then add 1 to 2 drops of 0.3 molar sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide solution. Brownish precipitate of silver oxide will be formed. هاي براون حكينا precipitation. And a 3 molar aqueous ammonia solution drop by drop with a dropper. نضيف أمونيا. Until all the silver oxide precipitate is just dissolved. Still dissolving. Do not add excess amount of the ammonia solution. The solution obtained is aqueous diamine silver solution, which is also known as Tollens reagent. Add a small amount of sample to the Tollens reagent. Shake the mixture gently. And then stand it on the bench for 10 minutes. Observe if there is a silver coating formed on the inner surface of the test tube. If there is no observable change, warm the mixture in a warm water bath for 5 minutes. If the sample is an aldehyde, a positive test result will be obtained. High black precipitation. في وجود aldehyde. If the sample is not an aldehyde, the test will give a negative result. غير الالديهايد بعطيني نيجاتيف بكون كلير يعني ما بكون في النلو. It is important that Tollens reagent should be freshly prepared. Prior to disposal, the reagent must be acidified immediately after use. The addition of acid prevents the formation of explosive silver nitride. حكى هون انه ممكن نضيف اسيد، اسيد بيعمل ستابلايزيشن للريجنت، طبعا لازم يكون في عندنا اللي هو فريش ريجنت بريبريشن، يعني التحضير بكون يعني في نفس وقت البروسيجر بنحضر الريجنت، هذا القصد منه. هذا بالنسبة لفحص التولنس أو السيلفر نايترايت سوليوشن اللي هو ميرور سيلفر ميرور تيست. الفحص الرابع عندنا في الاكسبيرمنت اوف كاربوهيدرات لو فحص الايودين تيست. ايودين تيست عندنا طبعا الايودين تيست از يوزد تو ديتكت ذا بريزنت اوف ستارش. ستارش حكينا اللي هو النشا بالعربي، حكينا هو نوع من انواع البوليساكرايت في المادة النظرية في أول محاضرات. إنه حكينا برضو الستارش يقسم إلى أمايلوز والأمايلوبكتين وتفرعاته. طبعا هذا الفحص بيشوف إذا في ستارش عندنا في المركب أو لا، اللي هو الأيودين تيست. أيودين بالعربي اللي هو اليود، اللي هو اليود. أيودين is not much soluble in water، يعني هو غير ذائب في الماء الأيودين. So iodine solution is prepared by dissolving iodine in water in presence of potassium iodide. يعني بالعادة الايودين غير مذاب في الماء، يضاف إليه للبوتاسيوم ايودايد بخليه more soluble in water، بخليه أكثر ذائبية في الماء للبوتاسيوم ايودايد، مهم تعرفه. Iodide dissolved in an aqueous solution of potassium iodide، وهي حكينا عنه اللي هو مركب مائي اللي هو البوتاسيوم ايودايد، طبعا بيعمل رياكشن مع الستارش بعطينا الكومبلكس. كومبلكس هو مركب الستارش مع الايودايد مع بعض، which give characteristics اللي هو of blue black color to the reaction mixture، بعطينا characterization
of the blue black color. يعني لما يرتبط ان الايودين بوجود اللي هو الستارش بعطينا بلو بلاك بريسيبيتيشن. بلو بلاك بريسيبيتيشن يعني في ان الستارش بتكون بوزيتيف. طبعا بروسيجر سهل وبسيط، بحكي لك انه هون اول اشي add اللي هو 10 mls of the star solution to clean dry test tube. منضيف اللي هو محلول اللي هو النشا عنا محلول الستارش في test tube. بعدين منضيف 5 drops of iodine solution اللي بيحتوي قلنا على البوتاسيوم ايودايد اللي هو بيخليه more soluble in water. طبعا notice any change of color، اذا تحول لبلو بلاك بكون فينا ستارش، اذا ظل لونه براون اليود بالعاده لونه بكون براون بني، يعني لون اليود الايودين بكون لونه براون بكون بني بكون نو تشينج. اذا الاوبزرفيشن عندنا مهم تعرفوها، اذا كان نو تشينج اوف كلر يعني ظل براون ما بكون في عندنا ستارش، اذا تحول لبلو بلاك بريسيبيتيشن بكون في عندنا ستارش، بكون في عندنا ستارش. وهي في فيديو راح اوضح لكم اياه لو كيف بنفحص اللي هو الستارش بوجود الايودين. طبعا ضاف هون نيجاتيف كنترول لنا اللي هو الواتر، وضاف عنا الستار سوليوشن، عمل ميكس شوي. طبعا الستارش بيكون بودرة، حللو عملو سوليوشن، ضاف الايودان على الواتر اول تست تيوب، طبعا راح يكون نيجاتيف لانه ما بيكون في عنا ستارش، وضافوا على الستار سوليوشن، عمل ميكسينج. شوف لونه بلو بلاك بريسيبيتيشن، اعطانا اللي هو بوزيتيف تيست فور ايودين. هيك بكون خلصنا الجزء الاول من الماده العمليه. طبعا كل فيديو راح انزلكم اياه ان شاء الله لحاله، يعني تقدر تفوتوا على كل فحص تحضروه، بكل اللي هو رابط لكل فحص فيديو، يعني كل فيديو لكل فحص فيه له رابط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.